أعزائي التلاميذ أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في هذه القناة. أتمنى أن تكونوا في صحة وعافية. إذا كالمعتاد دائما مع تصحيح امتحانات وتمارين ودروس في كل من المواد الرياضيات والفيزياء والبرمجة، اليوم إن شاء الله اخترنا لكم تصحيح الامتحان الوطني 2016 مادة الرياضيات الدورة العادية. لكن بالخصوص في هذا الفيديو سنركز على المتتاليات العددية وكيف نتعامل مع المتتاليات العددية في الامتحان الوطني وما نضيعش لي تروا بوان ديالي نجيبهم بكل سهولة وبكل بساطة. إذا هذا التصحيح يعني أي تلميذ في مكان المستوى ديالو يقدر يستوعب هذا التصحيح هذا ويقدر يمشي معاه دقة دقة مع تذكير بأهم العلاقات ديال المتتاليات العددية. إذا أتمنى لكم التوفيق وأتمنى لكم التوفيق والتيسير وأن يعني تفهموا هادشي مزيان بكل بساطة. إذا نبدأ على بركة الله. التمرين ديال المتتاليات هو كالتالي. إذا نشوف السؤال الأول، تحقق من أن يو إن زائد واحد ناقص ثلاثة كيساوي أربعة، عامل يو إن ناقص ثلاثة على جوج زائد ثلاثة ناقص يو إن لكل إن من إن، ثم بين بالترجع أن يو إن أصغر قطعا من ثلاثة لكل إن من إن. إذا لاحظتم مزيان السؤال مركب من جزئين، جزء ديال التحقق وجزء ديال التبيين بالترجع. إذا نشوفوا الحل. إذا أول حاجة ليكون n من n، يو ان زائد واحد ناقص ثلاثة كتساوي ثلاثة زائد يو ان على خمسة ناقص يو ان. بطبيعة الحال شديت هاديك يو ان زائد واحد اللي عطوني حطيت مباشرة عوضت هنا ونقصت منها ثلاثة سابيا، دونك غادي نوحد المقام. فوالا ثلاثة زائد يو ان ناقص خمسطاش زائد ثلاثة يو ان على خمسة ناقص يو ان. مزيان غادي نسامبليفي، غنشد يو ان زيد ثلاثة يو ان تعطيني أربعة يو ان ناقص خمسطاش زائد ثلاثة هي ناقص 12. فوالا دونك هي 4 يو ان ناقص 12 على 5 ناقص يو ان. دونك كنلاحظ ان عندي واحد التعميل الفوق نعمل ب 4، دونك يقول لي عندي 4 عامل يو ان ناقص 3 على 2 زائد 3 ناقص يو ان. من جهه هذيك 2 شديت 5 وحاولت نفككها الى 2 وزائد 3. دونك جاوبت على الشطر الاول من السؤال. ندوزو مباشره السطر الثاني ديال السؤال. اذا هنا تبرهان بالترجع، اول حاجه يجب القيام بها هو يعني التحقق. إذا من أجل n يساوي صفر، علاش خدينا n يساوي صفر؟ لأن عندي لكل n من n. إلا عطوك n نجمة بطبيعة الحال غتبدا بواحد، إلا عطوك n نجمة بعد واحد تبدا من جوج. إذا اش عندنا؟ عندنا إيدو زيرو كتساوي ليا جوج من خلال المعطيات. نعتبر المتتالية العددية إيدو زيرو كتساوي ليا جوج. أش كنلاحظ أن جوج أصغر قطعا من ثلاثة، إذا هنا الشرط محقق، نقول عبارة صحيحة. إذا ليكن n من n نفترض أن n أصغر قطعة من 3 ولنبين أن n زائد 1 أصغر قطعة من 3. إذا لو تبين هاد المتفاوتة يكفي أن أبين أن n زائد 1 ناقص 3 أصغر قطعة من الصفر. إذا علاش طبقت هذه بالضبط؟ لأنني مباشرة وحد السؤال سابق هو التحقق. إذا عندي n زائد 1 ناقص 3 لقينا فيها هي 4 عامل n ناقص 3 على 2 زائد 3 ناقص n. رجع الافتراض ديالي، اش عندنا يو ان صغر من 3، اذا يو ان ناقص 3 كيفاش دايره؟ صغر من 0، اذا الفوقيني سالب. وعندي 3 ناقص يو ان كبر من 0، علاش؟ لان يو ان صغر من 3 ناقص يو ان كبر من ناقص 3، 3 ناقص يو ان كبر من 0 سالب. اذا شنو كنلاحظ؟ سالب على موجب باش كيكون سالب. دونك كنلقى ان 4 عامل يو ان ناقص 3 على 2 زائد 3 ناقص يو ان اصغر قطعا من الصفر، ومنه يو ان زائد 1 ناقص 3 اصغر قطعا من الصفر، وبالتالي يو ان زائد 1 اصغر قطعا من 3. نستنتج ان يو ان اصغر قطعا من 3 لكل ان من ان. فوالا. اذا ندوزو السؤال الاخر. لتكن في ان متتاليه العدد المعرف بما يلي، في ان ايكال يو ان ناقص 1 على 3 ناقص يو ان لكل ان من ان. إذا قال بين أن في إن متتالية هندسية أساس واحد لجوج، ثم استنتج في إن كتساوي واحد لجوج الكل أس إن لكل إن من إن. إذا كالسؤال كذلك هو يعني يتكون من شطرين. إذا تذكير شناهي متتالية هندسية؟ كيف نقدر نبين أن متتالية هندسية؟ كنقولو أن في إن متتالية هندسية إذا تحقق ليها الشرط في إن زائد واحد كتساوي كي مضروبة في في إن، بحيث كي عدد حقيقي يعني ما لا يتعلق بإن، ما كتلقاش في إن أبدا. إذا لنبين أن المتتالية في إن هندسية، ليكن إن من إن، في إن زائد واحد كتساوي يو إن زائد واحد ناقص واحد على ثلاثة ناقص يو إن زائد واحد. إذا غادي نعوض يو إن زائد واحد بالتعبير ديالها، فوالا هو كالتالي. إذا شنو كندير من بعد؟ كنوحد المقامات، غنوحد المقامات من بعد، يعني ثلاثة زائد يو إن ناقص خمسة زائد يو إن على خمسة ناقص يو إن على تعبير ربعة عامل يو إن، عامل ثلاثة ناقص يو إن على خمسة ناقص يو إن.
غنحاول نختزل بخمسة ناقص او ان على خمسة ناقص او ان ونسامبليفي باش بربعة بثلاثة ناقص خمسة هي ناقص جوج و اي ان زائد اي ان هي جوج اي ان. اذا كنحصل على جوج اي ان ناقص جوج على اربعة عامل ثلاثة ناقص اي ان. غادي نعمل بجوج الفوق جوج عامل اي ان ناقص واحد على اربعة عامل ثلاثة ناقص اي ان. فوالا سي بيان. دونك غادي نحاول نختزل جوج على اربعة هي واحد على جوج ندروها لي في في ان اشنو كنحصل. اذا في ان زائد واحد كتساوي واحد على جوج في ان لكل ان من ان. اذا ومنه المتتالية في ان كيفاش دايره هندسي اساسها واحد على اثنان. اذا نحاول نديرو واحد التذكير ديال الحد العام ديال واحد المتتالية هندسي. اذا تذكير اذا كانت في ان متتالية هندسية اساسها كي وحدها الاول في بي فان الشكل العام لهذه المتتالية يكتب على شكل اما كنسموه الشكل العام او لا كنسموه يعني في ان بدلالة ان. دائما في امتحان يكتب في ان بدلالة ان. هي في ان يساوي كي à la puissance n moins p مضروبه ليا في v دو بي. اش كتلاحظ دائما كناخذو ان وكنقصو منها الحد الاول يعني دي بي. دونك مزيان. اذا لاول حاجه خاصني ندير نحدد الحد الاول لهذه المتتاليه. دونك نرجع مزيان ولكن دابا حدي ما يراسك مزيان ان فين ينتمي الى ان سي تري بيان. اذا الحد الاول هنا هو في دو زيرو سي بيان. في زيرو ايتيغال اي زيرو موان زان سور تخوا موان اي دو زيرو ايتيغال شحال اي دو زيرو يعني خلال المعطيات الفوق الاولى كاع هي جوج نقص منها واحد على ثلاثة ناقص جوج. جوج ناقص واحد هي واحد ثلاثة ناقص جوج هي واحد واحد لا واحد هي واحد. اذا الحد الاول ديال المتتالية يساوي واحد فاصل. دونك الرجل الخاصية ديالنا ديال في ان دلالة ان في ان يساوي في زيرو في كي ا لا بويسونس ان سي تخي بيان. علاش درنا ان بالضبط؟ حيت عندي في دو زيرو في عندي زيرو. اذا ان نقص منها زيرو هي ان. شحال في دو زيرو واحد وكي واحد لا جوج فوالا. اذا في ان تساوي واحد في واحد لجوج الكل اس ان. اذا داك واحد نيجليجابل مع داك حيت هو لي مونوت ديال الضرب ومنه في ان يساوي واحد لجوج الكل اس ان لكل ان من ان سي تري تري بيان. كنظن الامور واضحه مزيان غادي هي هذيك سي بيان. دونك ندوزو السؤال باء. بين ان يو ان تساوي واحد زائد ثلاثة في ان على واحد زائد في ان لكل ان من ان ثم اكتب يو ان بدلالة ان سي تري تري بيان. مزيان بداو ليكون ان من ان. فوالا عندنا في ان تساوي يو ان ناقص واحد على ثلاثة ناقص يو ان. دائما كنرجع داكشي اللي عطوني داك يعني السؤال جوج نعتبر متتالية في ان اللي كتساوي ليا يو ان ناقص واحد على ثلاثة ناقص يو ان سي بيان. دونك خاصني نجبد يو ان. دابا المجهول ديالي شكون هو؟ هو يو ان سي تخي بيان. دائما في ان ناقص ليا لا واحد سي تخي بيان. غندير العلاقة الثلاثية غنضرب واحد فاش يو ان ناقص واحد و في ان ضربها في ثلاثة ناقص يو ان. اذا فاصيلمون اذا هي يو ان ناقص واحد. علاش؟ لان ضربت غير في واحد والاخرى ثلاثة ناقص يو ان مضروبة ليا فاش في في ان سي تخي بيان. دابا غنحاول ننشر هي يو ان ناقص واحد ثلاثة في ان ناقص يو ان في ان. فوالا غنشد ديك ناقص يو ان في ان ونحولها للطرف الاخر. فوالا تولي عندي يو ان زائد يو ان في ان كتساوي ليا ثلاثة في ان بقات في بلاصتها ونحول عندها ناقص واحد تولي زائد واحد. فوالا دابا نحاول نعمل بيو ان. يو ان عامل لي واحد زائد في ان كتساوي لي واحد زائد ثلاثة في ان سي تخي بيان. شكون المجهول ديالي هو يو ان. اذا دابا نتخلص من واحد زائد في ان نقسم عليها. اذا كنحصل على يو ان كتساوي واحد زائد ثلاثة في ان على واحد زائد في ان. اذا راني وصلت اش بغاو ليا؟ وصلت قالك بين ليا ان يو ان كتساوي واحد زائد ثلاثة يو ان على واحد زائد في ان. اذا وصلت للجواب ديالي سي تخي بيان. دونك جاوبت على الشطر الاول خاصني نجاوب في الشطر الثاني. فوالا دونك وصلنا لهذي نشوفو الشطر الثاني. وبما ان في ان كتساوي واحد لجوج الكل اس ان علاش مونطرينا سابقا فان اذا في البات لي في ان نعوضها بواحد لجوج الكل اس ان. اذا هي واحد زائد ثلاثة مضروبة في واحد لجوج الكل اس ان على واحد زائد واحد لجوج الكل اس ان. اذا كنقول في هاد الحالة راني كتبت يو ان بدلالة ان فاصل. ودابا السؤال الاخير حدد نهاية المتتالية يو ان. اذا المتتالية يو ان خاصني نحدد لها النهاية ديالها. شحال غتساوي النهاية ديالها من تكون الان تمشي لبلوس لانفيني. دائما في المتتاليات كنخدمو بجوار بلوس لانفيني. ندير واحد التذكير ديال النهايات. دونك ليميت
ملي ان طونفير بلس لانفيني ديال كي على بويسونس ان، عندي ثلاثه الحالات مهمه. الحاله الاخرى يعني ممكن تكون لي با ديفيني، دونك غتعطيني زيرو اذا كانت كي محصوره بين واحد وناقص واحد. هاكاك كي الا كانت اكبر من واحد الليميت كيساوي بلس لانفيني، اما كي الا كانت كتساوي واحد راه الليميت ديالها كتساوي حتى هي واحد. مزيان الرجل، مزيان الرجل. الاي ان ديالنا، الاي ان ديالنا شنو هي الحاجه اللي عندها اس ان؟ هي واحد لا جوج؟ واحد لا جوج ديالها كيفاش دايره؟ واش اكبر من واحد تساوي واحد محصوره بين واحد وناقص واحد؟ فوالا، اذا واحد لا جوج محصوره بين واحد وناقص واحد. مازين، اذا الليميت ديال هاد واحد لا جوج كل اس ان يساوي صفر. اذا فين بانت ليا واحد لا جوج كل اس ان غتمشي ليا زيرو. اذا ثلاثه في واحد لا جوج كل اس ان مشات زيرو، واحد لا جوج كل اس ان مشات زيرو، اذا بقات ليا اش؟ واحد لا واحد. فوالا سي بيان. اذا ليميت ديال ان كتساوي ليميت ديال هذه اللي كتساوي واحد لواحد، ومنه ليميت ديال ان اتيكالا ان. فوالا فاسيلمون، با دو بروبليم جو بونس. سي بيان، سي بيان كلار، سي بون جو باس. فوالا سالينا الحصه ديال المتتاليات، كنتمنى تكونوا فهمتوا يعني شي نويطات جداد. المهم عرفتوا كيفاش تتعامل مع المتتاليه الهندسيه، وعرفتوا كيفاش كتكتبوا الاو ان بدلاله في ان بدلاله ان اكسيتيرا، كيفاش تقدروا تحددوا واحد المتتاليه هندسيه. اذا ان شاء الله في الفيديو الجاي كيفاش نتعامل مع الهندسه الفضائيه في الامتحان الوطني، واش هي صعيبه بالضبط نيت كما كيقولوا. هادشي كامل ان شاء الله غادي نجاوبوا عليه في الفيديو الجاي اللي خاص باش بالهندسه الفضائيه. اذا كنتمنى لكم التوفيق والتيسير، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. الى اللقاء.